السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذه اللي بحال قلتي غادي نفهموا فيها شي حوايج. لقيت في لي كومونتير انه كيسولني بنادم خويا انت شرحتي لنا كيفاش تخلص بالشعبي يعني بلا كارت بونكير ديال الشعبي ولكن ما شرحتي لناش كيفاش نخلصوا بالشركه العامه وهذا مع العلم انه نفس الطريقه مي فاش كنجي نقول له شنو المشكل كيقول لك داك لو كود دو بيمون انترنت اللي كتيري انت بحال هذا دي يعني هذا الفيديو ديال الكود داشا سوغ انترنيت اللي شرحتي ديال لابونك الشعبي قلت لكم راه غادي يختلف من شركه لشركه من 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 بنكه لبنكه. المهم في هذا الفيديو هذا بغيت انا نشرح يعني العمليه كيفاش كتتم وغادي نجاوب على السؤال ديال يعني لي كومونتير ديالكم. هاد البلاي ليست هذه اللي قدامكم فيها جميع الطرق يعني كيفاش تخلص لافينيات الضريبه الموضوع. المهم وشرحت لا كارت يعني كيفاش تسيزي لي دوني ديالها في الموقع باش تشري وبيان سور هاد لي زاشا اللي كنهضروا عليهم فهما دي زاشا ناسيونال يعني هنا في المغرب وكاينين لي كارت اللي كيعطيوهم لي كارت بونكير اللي كيشريو انترناسيونال. دابا حاليا هاد لا فيديو هادي غادي نخصو غير لاشا ناسيونال يعني داخل المغرب وبيان سور غادي نهضر على لا كارت بونكير يعني بحال هكا بحال دابا الشعبي كتعطيك كارت بونكير بحال هكا فيها ارقومه هنايا وفيها لا دات ديكسبيراسيون والسميه. الوغ اللي نتوما كتعرفوا انه هاد لا كارت كيشي كتيريو بها يعني كتيريو بها في الكيشي كديرها وكتدخل واحد اربعه د الارقام كتكون عطاتو لك يعني البين كتكون عطاتو لك لاجونس ديالك وكتيري الفلوس وكذلك كتقدر تخلص بها في التيرمينال دو بايمون الكترونيك يعني تي بي او كيكون عند صحاب الغازوال كيكون عند صحاب مرجان كذلك نفس العمليه بحال بحال الكيشي كدير لا كارت كتدخل دوك اربعه د الارقام ديالك وكتخلص. هادي كلشي كيعرفها رانا دابا لا بغينا نخلصو اونلاين يعني باغي نخلص انا في 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 في, في موقع باغي نشري شي برودوي باغي نكوموندي شي حاجه باغي نخلص الضريبه باغي نخلص الموضوع يعني بلا كارت ديالي هنا في المغرب. هاد لي فيديو هادو راني شرحتهم يعني شرحت فيهم بزاف ديال الطرق كيفاش تخلص الضريبه وهذا. دونك دابا نبداو اشنو كيتم في الخفاء يعني شنو كيوقع في الخفاء كيفاش كتتم العمليه واش كاينه شي سيكوريتي ولا ما كايناش. دونك خصكم تعرفوا انه هاد العمليات هادو شكون اللي كينظمهم اولا شكون اللي كيجيريهم كيجيريهم هاد مركز النقديات اللي هو لو سونتر مونيتيك انتر بونكير. هذا هو اللي مكلف لينا في المغرب بالتعاملات ديال البيع والشراء الرقميه. دونك ندوزو دابا مباشره لقيت عندهم في لو سيت احسن حاجه لقيت عندهم انهم دايرين واحد الشيما ديون ترانزاكسيون اي كوميرس. اشنو كنقصدوا بهاد الشيما ديون ترانزاكسيون اي كوميرس؟ يعني ناخذ مثال هذا الفيديو اللي ديجا درت مثلا باغي نخلص الضريبه يعني هذه العمليه غادي نخلصها بار انترنت يعني اونلاين. دونك هذه العمليه هذه غادي يكونوا بزاف غيكونوا اطراف. شنو هما هاد الاطراف؟ غادي نكون غيكون فيهم غيكون غيكون لاشتور يعني انا مول البيسي غيكون سيت اي كوميرس اللي هو في هذه الحاله هذه الموقع ديال الخزينه العامه ياك وغادي يكون السي ام اي يعني اللي هو كيجيري هاد العمليات ولا فيريفيكاسيون ديال لي كارت والطرف الاخر هو لا بانكا ديالنا اللي غادي تعطي الامر ولا تعطي لوتوريزاسيون للسي ام اي باش يقطع الفلوس من البنكة ديالنا ويعطيها لمن يعطيها للسيت اللي حنا شرينا منه. دونك هكا كتتم العمليه. انا ما غاديش نقرا لكم هاد واحد وجوج وثلاثه نخليكم تقراوهم غنخلي لكم بيان سور لي ليان نخلي لكم لي ليان في الديسكريبسيون. انا اللي بغيتكم غير تعرفوا انه لو شيما كاين وهو هذا يعني كاينين اربعه د الاطراف نعاودو نذكروا منهم انا مول البيسي اللي باغي نشري الموقع من اش بغيت نشري ولا شنو باغي نخلص الفاكتوره السي ام اي كي فيريفي وكيلعب دور الوسيط بيناتنا كاملين ما بيني وما بيناش ما بين البنكه ديالي وما بين البنكه ديال هاد الموقع هذا. يعني غادي يقطع الفلوس من البنكه ديالي وغادي يصيفطهم لمن البنكه اللي تابعه ليه هاد الموقع هذا ولا هاد الخزينه هذه ولا لوينو على حسب انت هذاك الموقع اللي غادي تتعامل معاه صافي. دونك حنا ناخذ مثال ديال هاد الموقع هذا اللي اولا ديال هاد الضريبه هذه اللي كتخلص في الخزينه العامه. راه ديجا درت فيديو ها هو دي هذا هو الموقع دابا ديال الخزينه العامه. دونك انا دابا شاد البيسي ديالي وجاي باغي ندخل المعلومات ديالي باش نخلص. دونك هاد المرحله هذه هي هذه ما بين لاشتور وما بين السيت اي كوميرس صافي. دونك غادي نزيدوا للقدام ملي كنوصلوا هاد العمليه هذه وكنديروا بايمون كندخلوا المعلومات. المهم مازال هنايا بازل قبل
هنا ملي غادي ندير هنا على بروسيدي، لاحظوا معايا دابا هنا مازال انا غير في الموقع، مازال كنتعامل معاه، مازال ما بديتش المرحله ديال تدخل لاكارت. اون فوا ندير بروسيدي، لاحظوا الموقع ما غيبقاش تابع للخزينه، غادي يدار لوغو ديريكسيون، علاش؟ غادي تصيفط اوتوماتيكمون للسي ام اي، حيت هو اللي كيلعب دور الوسيط. هادشي اللي خصكم تعرفوا. لاحظوا معايا، لاحظوا معايا هنايا، ها هو اوتوماتيكمون علاش دانا للسي ام اي بوان كو بوان ما. هنا دابا غادي يطلعنا هاد الجيتواي ولا هاد الانترفاس اللي غادي تلعب دور الوسيط. هادي دابا حنا غادي نكونوا هنا، هذا اش غادي يدير؟ هاد السي ام اي هذا غادي يلعب دور الوسيط ما بيننا وما بين هاد الموقع هذا، باش يفيريفي المعلومات ديال لاكارت ديالنا، ياك؟ يعني العمليات كيديروا هنا، ما غاديش ندخلوا في التفاصيل، غادي يفيريفي المعلومات ديال لاكارت ديالنا، إلا كانوا صحاح وكانت الأمور مزيانة، غادي يعطي الأمر للبنكة، البنكة خاصها تعطيه لوتوريزاسيون. دونك ما غاديش نزرب، نجيو نكملوا وحنا كنشرحوا. دونك هنا بحال قلتي غي كابيتولاتيف، هنا غادي نهبط لتحت، دابا هنا غادي ندخلوا المعلومات. دونك هنايا مازالين غير غادي ندخلوا المعلومات ديال لاكارت. الوغ المعلومات ديال لاكارت راه لا فيديو ديجا درتو، راه تقدروا تجيو تشوفوه، ها هو كيفاش يعني تدخلوهم حرفيا. وكذلك في الموقع ديال يعني ديال السي ام اي شارحين يعني بالعربيه، غنخلي لكم ها هما، تقدروا تقراوهم، ديروا بوز وتقراوهم. انا غنكمل بالفرنسي بحكم ان لاكارت بونكير كلشي مكتوب فيها بالفرنسي كيف ما كتشوفوا، يعني كلشي مكتوب هنا بالفرنسي، يعني دات دو فاليديتي، لو كود، الكريبتوغرام، داكشي كامل مكتوب بالفرنسي صافي. وكذلك فالابل اونيكومون او ماروك، باش شحال من واحد كيسولني واش نقدر نشري بها على برا. هانتوما لاحظوا بحال دابا لاكارت ديالي ديال الشعبي اللي كنخدم بها هنا في المغرب، فالابل اونيكومون او ماروك، دونك حاجه باينه. الوغ نجيو دابا هنا نقراو بالفرنسي شنو غادي يحتاج منا. بيان سيغ لو تيب دلا كارت، واش كارت فيزا، واش كارت ماستر كارد، واش سي ام اي، حتى هادي غادي نشرحها باش كلشي يفهمها. يعني اللوغو اللي كيكون مكتوب هنايا، بحال دابا انا عندي السي ام اي، كاين اللي غتكون عنده هنا مكتوبه فيزا، وكاين اللي كتكون عنده هنايا ماستر كارد، يعني دونك ماشي ما كيهمناش حنا داكشي. ولو نيميرو دو لا كارت بونكير كتكون فيه 16 رقم، حاجه باينه. دونك غادي تجي لهنا غتلقى 16 رقم، الشعبي الوحيده هي اللي فيها 19، مي حاله خاصه هذه كنقولها في لي فيديو، مي نتوما غتلقاو غير 16، غتلقاو 4 4 4 4، حنا عندنا 19 كندخلوهم كاملين، هذه غير حاله خاصه، مي الحاله العامه هي 16 شيفر، وغادي تلقاو لا دات ديكسبيراسيون، ومع صافي هادشي اللي كاين، لا دات ديكسبيراسيون ها هي 01 يعني الشهر، وهنايا لاني، وغتلقاو حتى الاسم ديالكم واللوغو بيان سور. دونك هاد المعلومات كيكونوا هنايا، وفي الظهر شنو غادي نلقاو؟ قال لك هنا غادي تلقى لو كريبتوغرام لي 3 ديغني شيفر امبريمي او دو دو فوتر كارت، اولا كيتسمى حتى سي في في، المهم الاسماء تتعدد ولكن حاجه وحده. بحال دابا هنا قال لك كاين فلو دو دو فوتر كارت، دونك الا جينا للدو ديال هاد لاكارت غادي نلقاو بزاف ديال لي كود. كيفاش غادي ناخذوه؟ قال لك لي 3 ديغني شيفر، يعني غادي تشد داك السلسله ديال الارقام، غادي تشد اخر ثلاثه الارقام على اليمين، هذا هو الكريبتو غرام يعني ديال لاكارت ديالك. انا دورت عليه هنا بالاحمر. دونك عرفنا دابا المعلومات ديال لاكارت، وعرفنا كيفاش غادي نسيزيوهم. هاد الشيء راه شرحته مزيان في هاد الفيديو هادي، بايفو فاكتور كارت بريما. دابا نرجعوا للموقع ديالنا، نرجعوا لا فيديو يا سيدي ربي، غادي ندخل هذوك المعلومات كاملين، غندخلهم هنا. السميه ديالي غنديرها هنايا، دوك 16 رقم غديرهم هنايا، الشهر، العام، الكود دو فيريفيكاسيون اولا الكريبتوغرام، هما دوك الثلاثه اللي كاينين اللور. بالنسبه للماستر كارد هذا هو اللوغو ديالها، يلاه بان ليا باش نوريه لكم وصافي. غادي ندخل دابا انا المعلومات، انا كنوريكم يعني لقطه بلقطه في الفيديو، كنوريكم لقطه بلقطه. الكريبتوغرام هو هذا، غادي نعاود نشرحه يعني حتى بلاكارت ديالي. هنا غادي يدوز معنا لواحد المرحله، اون فوا ندير فاليدي لو بايمون غادي يدير السي ام اي، غادي يدير هذه العمليه ديال 4 وال5 ديال فيريفيد باي فيزا، غادي يديرها ياك. اون فوا يديرها ويتحقق من لاكارت انها فاليد، غادي يصيفط الامر للبنكه صافي. هنا عمليه ديال بحال قلتي ديال سيكوريتي، غادي يصيفط الامر للبنكه باش يقول ليها اعطيني لوتوريزاسيون، يعني هنا كيتاكد يعني السي ام اي كتاكد واش فعلا انت مول لاكارت هو اللي باغي تشري، اولا شي واحد طاح على لاكارت ديالك وبغى يخلص في بلاصتك انت. دونك اش غادي يوقع هنايا؟ غادي يصيفط الامر للبنكه. دونك لاحظوا معايا ملي غادي نكليكي هنا،
غادي يطلع ليا واحد لانتيخفاص، يعني جايبها منين؟ جايبها من الشعبي، يعني باش ياخذ لوتوريزاسيون. هنايا شنو كيطلب منا؟ لو كود داشا، ولا لو كود داشا باغ انترنيت كيتسمى عندنا هنايا في الشعبي، ولكن هنايا كيشرحوه بسميتو، هنايا كيسميوه، هنا كيسميوه لو كود كونفيدونسييل 3 دي سيكور غوسي دو لا بار دو فوتغ بانك. الوغ مني دخلت قلبت مزيان، يعني الا نزلتي غير شي شويه هنا غادي تلقى لا سيكوريزاسيون دو ترانزاكسيون، غادي تلقى اون سافوار بلوس سور لو 3 دي سيكور. الا كليكيتي عليه غيحللك هذا البي دي اف، هذا قريته وزربت عليه. يعني هذه العمليه هي اللي قلت لكم هي غير باش يسيكوريزي السي ام اي، باش يسيكوريزي الامور ديالو، وباش ماشي اي واحد طاح على لا كارت ديال كيخلص، يعني خصو يكون عنده حتى هذا لو كود بين دو لا كلي، صافي لو كود بين اودي دو لا كارت. الوغ هنا غادي يزيد يشرح لكم بزاف الامور، راه كاينين، يعني كاين العمليه اللي كتتم سوا بمود باس، سوا بلا دات دنيسونس، سوا بالكود اونفوي باغ اس ام اس. بنفس الطرق كاملين هما مذكورين هنا، توت لي زانفورماسيون سور لو بيمون اون 3 دي سيكور باغ بونك كاينين هنايا. بالنسبه للتجاري وفا بونك غاتكليكي عليه غيتحلك البي دي اف، تحلك البي دي اف اولا غيتحلك الموقع وغتقرا، يعني منين غادي تجيب داك لو كود، غادي يشرح لك داكشي اون ديتاي كيفاش غتجيب داك لو كود، وهذا وهو شرح لك، اولا تمشي لاجونس ديالك وتوريك. بالنسبه للبنك الشعبي انا ديجا شرحته، ها هو ديجا كاين هنايا، ها هو كود داشا، ها هو شارحينو تاني، قال لك هو سي تان كود نو فيغور با سور لا كارت بونكير، سو كود ديكومينيكي باغ لا بونك سوا في الكيشي اوتوماتيك، راه وريتكم الطريقه، اولا في الشعبي نت، دونك ها هما شارحينها. غادي تجي عاوتاني البي ام سي كذلك تكليكي وتقرا بي ام سي اي شارحينها، سي اش صحاب الكريدي اغريكول دو ماروك غتقدر تيري حتى في الكيشي اوتوماتيك اولا في لو سيت اونلاين ديالكم. كريدي دو ماروك سوسيتي جينيرال هي الوحيده اللي ما حاطين عليها حتى حاجه، يمكن الا جات شي ميزاجور غادي يحطوا، ولكن تقدر تمشي لاجونس ديالك وتقول لهم بغيت الكود كونفيدونسييل باش نخلص بلا كارت ديالي سوغ انترنيت، وغادي يعطيوها لك. دونك هادشي غنخلي لكم يعني في الديسكريبسيون باش ما يكونش الفيديو طويل. دونك اون فوا كتدخل داك لو كود كونفيدونسييل فون غادي تجي تكتبو هنايا وغادي دير فاليدي، اون فوا تفاليدي غادي يعاود يرجعك ويقول لك votre déclaration de paiement a été effectuée avec succès. صافي هنا راك خلصتي، دازت الامور مزيانه، دونك راه لا ترانزاكسيون دازت بسلام، لوتوريزاسيون ديال البنك عطاتها لهذا. اش غادي يدير في هذه الحاله؟ سي ام اي غادي يقطع الفلوس من البنكه ديالي وغادي يصيفطهم لمن؟ غادي يصيفطهم للبنكه ديال داك الموقع اللي في الحاله ديالنا غيصيفطهم للخزينه العامه. هادشي اللي كاين بالنسبه لي زاشا سيغ انترنيت، ما نعرف واش نسيت شي حاجه ولا لا، نتمنى نكون جاوبت على كاع التساؤلات اللي جاتكم يعني في الراس ديالكم. نخلي لكم بيان سور هذا الموقع هذا ديال سي ام اي، تزيدوا تقراو فيه وتطالعوا، ولا كانوا بحال هذا النوع ديال الحلقات كيعجبكم نتمنى تخليوها لي في لي كومونتير. تلقاو في شي فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.